طيب احنا حاليا في تويتش وبنعمل رانك جديد، وبنعمل رانك عامه يعني. واول حاجه هضيف الديناصورات معانا، مش بقى اللايك سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، ولو انت على تويتش تعمل فولو. تويتش ما فيهوش لايك والحاجات دي، لسه بنجرب. بسم الله يلا بينا. هيس خلاص يا امين، عرفنا ان انت بتعمل الموضوع ده يا امين. ياد بيقع، انا هيجيبوا لي ازمه قلبيه الناس دي. واحد يرجع لي ورا عشان ياخد مني الصناديق. امين اهو. الساعة يعني كان مفترض اضرب امين لان هو اللي جاي بسرعه. ماشي خلاص يا عم مش هضربك امين، انا بهزر. امين اضرب اللي قدامك. كنت هقول المفروض اضرب امين بس ما ضربتوش، يعني المفروض بقى تاخد بالك مني بقى. جاي ورايا الدرع. حلو الدرع، يا الله الدرع راح منه. انت جايب بردوجة يا عم، بالله عليك بالله عليك. انا بعيد اهو. البردوجة انتهى تقريبا، معهوش تفاح. يا سلام يلا بينا. زجاجة خضراء معفنة ضيعت مني السرعة. كلها في مكان يعني مفترض متوقعه يعني عادي يعني. امين وبرونكو واحمد سبعة الاول. يا ولد عاش عاش يا جوكر عاش. اجل يلا اياد بقى ورايا. تمام امين هو كمان معاه درع او معاه دروع. كويس قول لا اياد راح منه امين طب ما ايه ده منبه ما استفدناش منه حاجه يا عم. توصل امين للي قدامك واضربهم. حطيت ايه يا واد؟ اوه اياد لبسهم بس تقريبا كان معاه درع عشان سرعته ما راحتش. طب ايه كمان منبه؟ هو امين جاله درع تاني. طب وبرونكو برضه كان معاه دروع، ده ايه المنبه اللي ما ضربش حد خالص ده؟ ايه ده الصاروخ ما ضربوش حتى. والدرع يروح الكهرباء تيجي يا اخي سبحان الله يا اخي. نفس الصاروخ حنين قوي مش قادر يجري يا عيني. خلاص يا جيمر خلاص، انا بضرب لوحدي جيمر. يلا يا جدع خير ده المرة يضربني. يلا انا كنت عايز اشحنه الاول خلاص بقى. لا اله الا الله يا عم بردوجة يريحني من جيمر ده. معلش يا جيمر انا اسف، انا ما اعرفش انت معاك ايه فكان لازم اضربك، انت ضربتني فانا لازم اضربك. حسنا برونكو احمد وامين وتي فور واياد وبعد كده تربو وبعد كده سبوب وبعد كده جيمر. اي واحد جديد شكرا شكرا ايها المتابع. معلش والله ما مش عامل امكانيات تبين مين اللي اشترك بس انا اسف عاملها قريب. يلا بينا اسرعي يا مركبتي اسرعي.
لا ولا انا مش ضامنكم ولا ايه. مين وإياد؟ ما انت لازم ما تضمنهمش بقى. يلا 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 على طول ترى ده كمل تفاح بس اهو خد. انا الصراحة ما جابكش انا هجيب. الله الله الله، ازيك يا احمد عامل ايه؟ ازيك يا تي عامل ايه؟ ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ درع بقى. درع بقى. درع. الله. إنه الحظ يا فتى. يا سلام. بردوجين مع سوبر انجن مع كهربا تضربهم هما، انت كده في السليم. اوه منبه كمان، كمان درع، كمان درع بسرعه. يلا يا عم هات درع عشان نركب المخاطر بجد وجديدي. انا ليه التلغيمات هنا عاير؟ احط انا تلغيمات يا عم. درع يا عم. يلا يلا بص انا فين على الخريطه وهم فين. سلام يا سلام الحمد لله. يلا يا عم يلا يا عم، هيلغموا لي الصناديق وهلبس حاجه وحش. حلو الصناديق هنا راحت. ماشي ايه ده؟ مين ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللفة الأخيرة، اللفة الأخيرة، اللفة الأخيرة. درع يلا يلا، درع يلا يا كلب. ماشي ماشي الحمد لله مش متلغم. أنا جبت الناس بلفة، إحنا سبعة. أنا معديك بلفة، أنا معديك بلفة، أنا معديك بلفة. الله عليك، عاملها مش مشحونة ليه؟ ضربك قنبلة دلوقتي؟ لا مش هضربك قنبلة، انا معدي بلفة ما ينفعش. جاهزون؟ انا هطلع اجري في البداية وزي ما تيجي تيجي. يلا بينا. زجاجتين. معلش قنابل لا. الله درع على طول بسرعه بسرعه مش مشكله. وسع ايد. يا اخي الصندوق ده لما بيجي بيعصبني. ده جاله بردوجة يا عم، هو الرابع. حلو. امين وفقد سرعته، والتاني تي هيخبطوا في بعض دلوقتي. يلا امين اضربه. لا ده امين مش فاقد سرعته تقريبا، مش عارف. اوه يا الصاروخ، بس هو معاه ايه بقى؟ انا مش عارف معاه قنابل ولا ايه؟ حيرني القنبله دي ناحيته.
جاله درع كمان. ايه يا عم الواد ده ما شاء الله. كي وايس ها امين وتي برضه قريبين من بعض جدا، والاثنين معاهم دروع يا عم. يعني انا اللي هتضرب لو جت كهربا ولا حاجه. ايوه كده ايوه كده، خدوني معاكم. حلو، اللي ورايا برضه انا فارق عنهم شويه فقشطه. اصل هما هيضربوا بعض في النهايه وهدخل انا مركز تاني مثلا ان شاء الله. هو نزل تي ده مش عارف يجيب امين. تي ده ممتاز في التحدي الزمني، واللي هو مش عايز يوصل له اجل، هو مش عايز يوصل له. ماشي، هو انا اللي بقرب لهم اصلا. اهو اهو ضربوا في بعض، ضربوا في بعض. امين اتضرب، قلت هدخل تاني. الواد ده ذكي، الواد تي ده ذكي، فضل مستني للاخر اضرب امين في اخر لحظه. برافو عليك. لا النقاط كده جميله كده، انا كده النقاط زي الفل، كده النقاط زي الفل. بصوا النقاط، بسم الله يلا بينا. اسرع يا اختي. طب وانا كمان عايز بردوجه زي هي. اضرب برونكو ده، انا هضربك بقى. صاروخ يجيبك يجيبك. الله ايه ده، امين بيهرب في الاول، غريبه دي والله. يا ولد ده اقل واحد في لا لازم تمشي من هنا عشان يفتحوا البليه عادي. حط لهم دي برضه تلخمهم شويه. بس ممتاز يا امين والله، حبة تشطيف يا امين وهتبقى ممتاز. بعدت عنه الحمد لله. يا ايه ده، جت في جيمر. يلا كهربا بسرعه. الحمد لله. كهربا كمان، ابعد يا احمد ابعد ابعد. ما جابتنيش الحمد لله. كويس الحمد لله المحظوظة، لكن لسه 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 ما نستعجلش. امين الاول يا ولد. انا حاسس ان واحد اخد الدراع من امين وبيلعب بداله والله. ما تضحكش يا انجي، انا بس اللي اضحك على امين. يا سلام.
ايوه حلو جدا. في واحد طاير ورايا تقريبا. جيمر اه كويس، حلو قوي. انا اهم حاجه ما يكونش برونكو بس. حلو جدا كده انا التاني، بس امين هو الاول. عاش يا واد. اجري برضه في البداية، يلا بينا وربنا يستر. ازاي الزجاجة دي ما جابتهوش؟ ازاي؟ عدى معلم. يا واد يا جيم. يا لهوي. معلش يا جيم، معلش. جالي سرعة، أنت معاك قنابل فأنا لازم إيه؟ يا كلب. يا حقير فعلا. لا لا لا. انا ضربت نفسي بكمبلتي ولا ايه اللي حصل؟ اجل ايه بس؟ امين اهو يا عيني، امين غلبان. اوه ده صواريخ. مين اللي جنبي ده؟ مش ضامن الصراحة ان هو ما يعملش حاجة. انا نفسي اوصل للتفاح والله، بس خايف. تعالى تفاح. لا التالت كويس، ممتاز. يا سلام يا ولد. لا ما عملش تربو والله، استغفر الله العظيم يا رب. ما خلاص يا اياد، يعني يا زكي انت معاك درع عدي يا زكي، انت التاني ومعاك درع يا زكي، بتضيعه فيا يعني. انت ما شفتش في ذكائك والله. اخي ده انت عيل. ما خدتش صندوق، مشيت من غير سرعه. يلا بقى التامن بقى، اضربه اضربه بالله عليك، اضربه بالله عليك، اضربه. الله ينور عليك. بس انا عايز اسابق الواد اللي هو على طول خسران ده.
معبر التينة. يلا بينا. سرعة سوبر انجن، ما تضربنيش يا ولد يا احمد. يلا للنص يلا للنص يلا للنص يا احمد. ده احمد ده انت خانقني من الصبح يا اخي، كل ما اروح لصندوق ليك قدامي. يا رب ما يجي لي سوبر انجن. الواد الرخم ده خد اخلع بقى اخلع بقى. خد برونكو. خد جيمر. انا بعدت يا ابني عشان انت هتنط من اول صندوق، انت رايح ليه لتالت صندوق؟ العيال دي مش مهم عندها تخسر نفسها، مهم تضربك. مبسوط كده؟ مبسوط ضربتك عند السرعة؟ مبسوطة جيمر؟ أرجو يعني أنت كده دلوقتي مبسوط. لا بالغلط. طب إيه ده يا أخي؟ كام أنا يا أحمد سبعة تاني؟ ابعد بقى مش عايز أضربك كل شوية. بص 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 والله العظيم انا غلطان، انا سبتك اقسم بالله انا غلطان وربنا ما هسيبك تاني لو جت فرصه. ماشي لو جت فرصه بقى. ما خلاص يا جدعان خلاص يا جدعان، 90,000 صاروخ ايه ده؟ امشي يا عم امشي يا عم. واحد خمج ورا هيجي له ايه؟ لا يد كده هيجي له صواريخ يعني. حلو حلو حلو. الله ايوه كده يا اخي، ايوه كده يا اخي. اخلع يلا اخلع يلا، فكرني هسيبك. خلاص كانت غلطة. خلاص تعالى يا تي يا ترابات تي تعالى. معلش يا حبيبي معلش. الصندوق ده ما شفتوش. الحمد لله مركز تاني. الحمد لله احمد سبعة السابع احسن. يا الله بينا.
الناس اللي ورا فين؟ انت معاك درع ليه يا واد؟ ماشي بسرعه كده ازاي يا واد؟ امين طبقك ليه يا واد؟ ادي امين يا سيدي. ضربتك صاروخ تاني بس ما كانش سامبا. عشان انت جيت عليا اديك تاني وفكت سرعتك اهو. ما تعكسش النار يا جدع. لا بس طبقته اهم حاجه احسن مش مهم. السرعه عاليه بزياده. والله حطيت زجاجه اهو شوف. نفضت لهم الطريق. حطيت زجاجه جنب الحمراء والله. ماشي يا عم. ماشي. خلاص كده الطريق ده يعتبر ضاع مني. اللعبة خرجته. لا بقى كفاية سرعات بقى. ايوه يا سلام. حلوه يا امين. بردوجه خلص في الوقت اللي انت سبت فيه الزجاجه بالظبط يا اخي. ده انت مبروك بركه غير طبيعيه بس حلو. ماشي. ايه ده؟ ده احمد سبعه؟ احمد سبعه ده نحس برضه. يعني انا السابع عشان احمد سبعه اللعبه خرجته. حرام حرام والله. هو ازاي انا لغايه دلوقتي مركز ثالث ومحافظ على الثالث؟ دي حاجه غريبه والله. هما بيضيعوا معايا. الفكره ايه؟ ان احنا اول ثلاثه بنضيع مع بعض وبنجيب مراكز حلوه مع بعض فدايما مع بعض كده. بس انا كده ايه؟ احمد سبعه، اياد اللي ممكن يوصل لي. الخطر من اياد. يلا بينا. هجري على التشفيف وانا ما بعرفش اشطف. زي ما ضربونيش. الذكاء جيمر عامل ايه؟ قال حاجه ان جيمر بيلعب باسلوب ايه؟ ما يجيلوش بس صواريخ كويس. يا عم الطريقه دي عايزه تكسر، وعايزه عبود يجي يلعب الطريق ده مكاني. انا مش عايز العب الطريق ده يا جدعان. يا ابني انت قريب مني ولا بعيد؟ كل شويه شغل الدرع على اساس خلاص هو وصل لي، فجاه ليه بعيد؟ ماشي يا عم، هي كده كده الدرع هيروح لوحده يعني ما تقلقش. يعني مستعجل عليه مش فاهم. هلا دي علامه بقى اشحنه. اللعبه مش راضيه تجيب منبه ولا اي حاجه لغايه ما اشحن الدرع صح؟ يا سلام. وعطيتني كمان على طول التفاح كامل، حاجه جميله. مين اللي قريب مني جدا ده؟
امين ومعاه درع ليه يا اخي؟ سبحان الله يا اخي على الحظ يعني. ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي؟ دي بتحصل بذمتكم؟ دي بتحصل؟ يعني حتى لو منبه جوه انا لسه الدرع بيروح مني، مفترض يعني مفترض ما ياثرش فيا، وبعدين ما اثرش في الولا ليه؟ ياثر فينا ما اثرش في امين ازاي؟ لا اله الا الله. يلا يلا ايه ده الاجنبي ورا؟ وفي في حاجه غلط بتحصل، انا مش فاهم والله. انا مش متفائل صراحه يعني، حركه المنبه دي كانت ممكن تخليني التاني دلوقتي ولا حاجه او الاول. يلا انا موافق بالرابع، انا موافق انا موافق. امين الثاني يا ولد. رونكو السادس؟ لا مش الخامس، دخل الخامس. 49 47 44 41 39 34 30 28. عاش يا امين والله. تمام استنى كده اكبر الصوره وانا بقول لكم. ثانيه واحده، ينفع كنترول واف على طول؟ يا سلام يا جدعان. اوبشن برضه، في حبه اوبشنات كده هبعلمها لكم. المهم كده انتهينا من نظام الرانك اللي موجود على التويتش. طبعا انت دلوقتي على اليوتيوب وشايفنا. اقول لهم ايه تاني على اليوتيوب؟ اقول لهم ايه؟ فاتكم كتير، فاتكم كتير. اه انتوا على اليوتيوب بقى تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والحاجات الحلوه دي، ادخل بقى على تويتش واعمل لي فولو وبس كده. يلا سلام.